السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت منزل في الفيديو اللي فات عن زيادة أسعار الإنترنت في مصر، وعلشان كده إحنا استخدمنا طرق وأساليب على التليفون بتاعنا علشان نقدر نوفر الباقة والطول معانا لنهاية الشهر ويفيد منها كمان. ففي سؤال جميل قوي جالي من أحد المستخدمين عندي، يعني بيقول لي إزاي أقدر أقسم الباقة على كل الأجهزة اللي عندي في البيت بحيث إن كل واحد ياخد مثلا 50 ميجا لو الباقة 200 جيجا ميجا آه عفوا 200 جيجا، أو كل واحد ياخد 100 جيجا لو الباقة مثلا 500 جيجا. في الفيديو ده هقول لك إزاي تقدر تقسم الباقات على الأجهزة اللي عندك بحيث إنك تكون عارف كل جهاز بيستهلك قد إيه، أو تحدد لكل جهاز يستخدم ليميت معين من جيجات علشان الباقة معاك تدوم لفترة أطول. وإن شاء الله في الفيديو ده هشرح لك بالتفصيل حتى كمان إزاي تقدر تقسم السرعات على الجهاز. تابع كده معايا، لكن ما تنساش الأول تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا. تابع معايا كده الشرح للنهاية. دلوقتي إحنا بنعتمد على السرعات قبل الجيجات، وعلى أساسها نقدر نحدد الجيجات بتاعتنا. دلوقتي انت بتروح على موقع اسمه سبيد تيست، وللاسف لازم أن يكون معاك كمبيوتر او لابتوب علشان تقدر تقسم السرعات دي، لكن لو على التليفون مش هتعرف، لكن لازم يكون معاك لابتوب او كمبيوتر. دلوقتي بتروح عندك على سبيد تيست، وبعد كده بتعمل جو علشان تقدر تعرف سرعه الراوتر اللي موجوده عندك كام. فطبعا نشوف مع بعض كده سرعه الداونلود وكمان الابلود. طبعا ما شاء الله عندي بيوصل فوق ال 60 ميجا، ده التحميل بتاعك اللي هو الداونلود، وممكن كمان يعدي 60 في بعض الاوقات. وكمان في حاجه اسمها الابلود، ده مثلا لما حد بيجي يرفع مثلا بوست او بيرفع صوره على الفيسبوك فانت بتحتاج الابلود، لكن اليوتيوب بيحتاج الداونلود اكتر من الابلود. فانت زي ما انت شايف كده هنا بيحدد معايا السرعات، عندي سرعه الداونلود وسرعه الابلود بتاعنا. بعد ما يجي ينتهي انت بتعمل على اساسه السرعه بتاعتك كل جهاز. زي ما انت شايف كده، قول مثلا السرعه معايا هنا 65، قول 60 جيجا او عفوا 60 ميجا، وعندي كمان الابلود 20 ميجا. فدلوقتي انت بتروح عندك على التطبيق او البرنامج اللي هسيبه لك في الوصف او التعليقات، بتروح عندك تفتح البرنامج بالشكل ده كده، تقول له هنا رد، بتعمل له هنا رن، وبعد كده بتقول له هنا اس علشان يفتح معاك بالشكل اللي قدامك ده كده. وبعد ما تيجي تفتح البرنامج بتضغط عندك على العلامه اللي قدامك دي، العلامه اللي لونها اصفر لما تكون واضحه معانا. فانا احاول كده اخرج معاك تاني، اقول له هنا يس، وبفتح تاني اقول له هنا رن، وبعد كده اوكي تمام. وبعد كده بروح عندي بضغط عندي على اوكي هنا، وبتضغط عندك على العلامه اللي لونها اصفر دي، بتروح كده تضغط عليها ضغطه تمام زي ما انت شايف قدامك كده. انا احاول ارجع تاني، وبعد كده بتروح عندك تضغط عندك على العلامه اللي قدامك دي، اضغط اكتر من مره، بتضغط عليها كتير. فدلوقتي بتشوف بقى الاجهزه اللي موجوده عندك، يعني ده جهاز بيسحب معايا في الابلود، وده جهاز تقريبا برضو بيسحب معايا في الابلود. طبعا انا هحاول اوضح لك كل الاجهزه دي اكتر تمام. ده كده جهاز بيسحب معايا ابلود بالشكل اللي قدامي ده كده، وده داونلود كمان، وده ابلود وده داونلود. فانت محتاج تحدد الاجهزه دي. طبعا احنا قلنا السرعه بتاعتنا 60 ميجا، فانا هحدد لكل جهاز ان هو ياخد مثلا حوالي 15 ميجا. يعني 15 ميجا مثلا داونلود، بتروح عندك بتكتب هنا 15 او بتطلع فوق لحد رقم 15 تمام. هنا بتكتب 15 عفوا، هنا بتكتب 15، وهنا بتكتب 15، وهنا 15. طيب دلوقتي لما نيجي نروح عندنا على الداونلود، قلنا مثلا 22، هنقول 22 هنا عندي كمان اربع اجهزه، 22 على الست اجهزه او اربع اجهزه، عندي هنا 5.5. طبعا الاله الحاسبه تقدر تحسب لك اي حاجه انت عايزها، هنا 5.5 وهنا 5.5، اخليها 6 مفيش مشاكل، وهنا 6 وهنا 6 تمام. طبعا ده البي سي، مش عايزين نحدد فيه اي سرعات خالص، انت بتحدد على اجهزه التليفونات. طبعا بي سي عشان انا شغال عليه، هو الادمنستريشن بتاع الشغل ده كله. فدلوقتي البرنامج ده بيقدر يحدد لك سرعات الانترنت، وبكده بقى كل واحد بيقدر ياخد حقه في سرعه الانترنت، وبالتالي هتقدر توفر الباقه بتاعتك. طيب للاسف من عيوب البرنامج انك لو عملت كلوز للبرنامج كده او عملت له اغلاق خلاص، بتلاقي كل حاجه رجعت زي الاول من تاني، وتلاقي التقسيمات دي اختفت، وكل واحد برضو رجع تاني للباقات، والباقه بتاعتك بتبدا تتسحب من جديد. فلازم أن يكون الكمبيوتر شغال طول ما هو عمال بيقسم في الجيجات والسرعات علشان كل واحد ياخد حقه، وكمان الباقه بتاعتك تفضل لفتره اطول. كده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش دعمي بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده، ودمتم بخير، مع السلامه.